السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز، جايب لكم اليوم تجربة لعبة جديدة اسمها هاي رايزز. بس قبل أن نبدأ يا شباب، لا تنسون اللايك والاشتراك من اللايك، وخلونا نشوف اللعبة هذه وش فايز. اللعبة نزلت قبل تقريبا 4 أيام. اللعبة مرة رهيبة، تلقون رابطها تحت في ستيم. اللعبة فكرتها حلوة، بتشوفون فكرتها الحين. أنا لعبت شوي عشان أفهم اللعبة، فخلونا نروح ستارت جيم. يا راح تفقد تخزينك. انا لعبته شوي عشان اعرف نظام اللعبه، لان نظامها كان بالبدايه معقد، تحسونه معقد، لكن لما تعرف النظام يكون مره سهل. عندك 4 شخصيات تشوفون الحين. العالم فيه تقريبا وحوش اتوقع، زي ما تلاحظون هنا في زومبي مدري شو يمشي، لكن اللعبه نظامها مره حلو. زي عندنا احنا الحين بالطابق برج طابق 38، عندنا برج طابق، احنا بأعلى الطابق 38 بالسطح. يعني هذا الهليكوبتر حقتنا، طيارتنا توقع تفجرت، ما في لا قصة ولا شيء، لكن طيارتنا هذه تفجرت. نحتاج نسوي الطيارة، عندنا 4 أشخاص، البنت هذه والولد هذا والبنت برضو هذه والولد هذا، عندنا 4 أشخاص نحتاج نسوي الطيارة هذه. الطيارة هذه تحتاج أشياء، زحمة أشياء. لحظة نضغط على هذا بالخطأ، لكن مو مشكلة عشان نشوف. هون هذه الطيارة اللي نحتاج نسويها، نحتاج نسوي طياراتنا أو الهليكوبتر حقتنا عشان يمدينا نطير. نحتاج أشياء زحمة شد. ففكرة اللعبة إنك تحاول تسوي الطيارة وتطير. كيف تسويها؟ تجمع الموارد اللي بالمبنى هذا كله. المبنى هذا مرة كبير زي ما تلاحظون، مبنى مرة كبير، وتحت بتلاحظون الوحوش هذول الموجودين، فتحاول تدافع عن نفسك برضو. طيب الحين هذا كل شخص يقدر يسوي له مثلا شيء. مثلا الحين نقول للبنت هذه يمديك تضغط عليها، لا ما نبغى تسلم، نضغط على البنت اسمها جيس. اوكي نقول لها مثلا اجمعي لنا فككي لنا هذه. اوكي بتفكك المروحه هذه، تفككات القطح حقتها نحطها للطياره. مثلا الاخ هذا اللي راح فوق نقول له انزل هنا، انزل الطابق اللي تحت. حلو اوكي. وشي اجمع الاشياء اللي طايحه هذه، في اشياء طايحه زي كذا، زي مسمار، زي خشب، زي برضو خشب ثاني، نوعين الخشب، هذا صفايح خشب هذا خشب. اوكي عندنا هنا الرف، يمدينا نشوف الرف هذا وش فيه. اضغط على الرف دينا نشوف وش فيه وناخذهن. اوكي خذ مسامير، خذ ما ادري وش هذا. اوكي خذ اللي هنا. حلو شنطته صارت فل الحين، ما يمديه ياخذ اي شيء، بس يمديه نرسله هنا. تقدر تحط بالرف وتقدر تفككه، مثلا بقول له فكك الرف. نفككه ليش؟ يعطينا حديد. طيب هذا ما دام يفكك تروح للشخصيات اللي بعده. مثلا شخصيه الولد هذا نقول نفكك هذا ولا ينزل تحت؟ خلينا نقول تعال تحت، تعال تحت. والبنت هذه انا اسمها باك، تفكك الاشياء اللي عندك هنا، يمكن نلقى شيء نستفيد منه. طيب هذا فكك، ما يمدي ياخذ ليش؟ لا مو انت مو انت مو انت، اسف خذ الاشياء اللي هنا. اوكي ما يقدر ياخذ لانه فل. طيب مع زحمه اشياء يمديني احطهم هنا، او يمديني اقول له ارجع فوق وحطهم فوق. البنت هذه خلصت الاشياء اللي عندها، فككتهن. حلو طيب الاشياء اللي عندك انت يا ابغاك، عندك ايش؟ بطاريه لكنها فاضيه، حطها هنا. اي شيء تحطه بالمربع الازرق هنا يعتبر للطياره، يعني يمديك تحطه للطياره. خشب ما توقعت، مسمار يمكن، خلينا نحط مسمار. ستيل ما ادري، يمكن خلنا نحط، يمكن نحتاجه ما ادري شو. بليض زيت، يا نحتاج زيت اتوقع، خلنا نحطه مثلا هنا. اوكي ما له هذا السنة، حطه هنا. طيب انا يمدي يصلحها الحين، خليني اشوف بيعلمنا ايش اللي ناقص. طيب البنت هذه خلصت، نقول شيل الاشياء اللي انت جمعتي. شفتوا ايش طلع فوق بالطياره؟ خلنا نجمع اللي هنا. مروحه، حلو نحتاج مروحه اتوقع.
طيب فكك الثانية. طيب يقول يحتاج ميتل ريبر، اوكي هذا حديد، اوكي ويحتاج شبك. طيب عشان نصلح جزء هذا من الطيارة، اوكي ما عندنا احنا الشبك ولا شيء هذا. طيب انت ايش فككتي؟ لا 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 مو انت، سوري انت. اوكي خذي هذا، حلو. في شيء ثاني حذفتي؟ انت تبغى لك تاخذين هذا بس مو مشكله، مو مشكله عادي. طيب الاخ العجيب اللي تحت فاضي ما عنده اي شغل ولا مشغله، مو انت بس لي هذا تحكم، يبيك تنتبه انك تضغط على الشخصيه. هنا عندنا طاوله كرافتنج، نضغط على الطاوله يمدينا نسوي اشياء، مثلا يمدينا نسوي عجره، الحين يمديك تسوي سلاح. حاليا ما ادري ليش ما يمديك، اوكي يمديك تسوي سيف، اسهم، جلد، وبيب، اوكي بلانس بدري شو. طيب هذا يحتاج مسامير وخشب عشان تسوي عجره. طيب هنا عندك طاوله كرافتنج زي ما قلت لكم، عندك تسوي اسلحه، ريسبو، رصاص، شات جان، حلو، فنس، اشياء كثيره عندك تسويها هنا. طيب بس حاليا ما راح نسوي شيء، ليش؟ لان نبي نجمع. فانت يا الاخ انزل تحت ما دام المكان امن نوعا ما. وانت برضو الخشب خله يقعد هنا، تصدق لا خله معك الخشب، ليش؟ باك تجي هنا، تعال حطه تحت عند طاوله الكرافتنج، لان نحتاج يكون الاشياء هنا عند طاوله الكرافتنج افضل. طيب need anything؟ يا ابغاك تحط الخشب اللي معك، حط الخشب بعدين انزل تحت انت. هذا انت ابغاك تاخذ اللي هنا، وش هذه؟ بطاريات صح؟ لا مشروب غازي، اوكي فكك هذه. وانت خذ هذه، ايش هو السلسل؟ اوكي سلاسل ما ادري ايش فايدتها، فكك هذه حلو. طيب نروح للبنت هذه، جمع لي فككتي يا هذه، عندها اشياء مره مهمه. حلو هل خليها تفكك هذه ولا تروح فوق تحطن اول؟ لا روحي فوق. وانت خذي اللي انت فككتي، في شيء هنا؟ اوكي خذي كل اللي فككتي، يعني اللي فككتي مره مهمه، تروحي فوق. طيب البنت هذه عندها مروحه وعندها الاشياء اللي نحتاج. شوفوا الحلو، حط هذه هنا، حسب لنا 9 من 4 يعني عندنا حق الشيء هذا. حلو مسامير ما اتوقع حاليا لكن بنحطن هنا، مروحه برضو حطيها، ما ادري شو هذا لكن حطيه. طيب هذه خلاص خلصنا من البنت، ارجعي هنا وفككي هذا. طيب البنت الثانيه عندك مسامير برضو حطيهم، مروحه ما اتوقع نحتاجها لكن حطي هذول. اوكي هذا ياخذ مكان يعني المشكله. يس بليز، هذا هنا طابوق ما ادري ايش فايدته لكن حطيه هنا. اشياء كثيره باللعبه، في اشياء صراحه ما ادري ايش فايدتها، زي هذه مروحه حطيها هنا. طيب ناقصنا الميتل هذا البيب، طيب اتوقع يمدينا نجيبه من مكان ما هنا. فكك يا تعالي فكك يا هذي، يمكن اطلع منها. حلو طيب هذول خلصوا، يا هذا خلص، خلص تفكيك. اجمع الاشياء اللي حصلت. اوكي عندنا زحم بيب ما نحتاج، فكك اللوحه هذي، الاشياء السهله بفككن اسرع اللي بتلاحظون، فككها. اوكي بلاستيك، طيب شوف اللي هنا، هذا بيعطينا حديد اتوقع. انت خلصت؟ need anything؟ هذا غثيث كلامه. طيب في حقه حديد، في الجهاز السير يمدينا شغله، ما ادري شويه تشغله، شغله طفه ما ادري ايش فايدته بصراحه، بس ابغاك تفككه يعطينا حديد. وانت لسه ما معنا، ما معك اشياء نحتاجها، فكك هذا. اوكي البنت هذه خلصت صح؟ يا اجمع اجمع الاشياء، الواير اوكي. اوه هذه تاجها، في شيء ثاني؟ فكك هذه، اه معي حربه حلو،
يعني مديها تصلح الحين السفينة. طيب انت جمع لي فككتي هنا الوايرات والاشياء هذه. طيب يمديك تفككين هذا مدخنة فوق، يمديها فككيها صح، بتطول برا. لا لا مو انت، انت حلو اخذت هذول كله، ارجعي فوق. اوكي جاء الظلام، ما ادري تشوفون شيء ولا لا. يقولك الطيارة الحين تجهز. طيب نزل هذا، حلو الحين الطيارة شبه الاشياء هذه جاهزة. هل نسويها ولا ننتظر الصبح؟ عندنا الساعة هنا، هنا عندنا الايام، بنتظر شوي، بنتظر الصبح. طيب انتو فكك هذه، شوف لك حل، حذف لو شيء اللي موجودات. ايوه زين فككها، يب كسرها. وانت هذا الحديد اللي هنا، هذا اللي فككت عندك يا جماعه هذول، يا صار فل الاشياء اللي بديت تجي على بعض. طيب فكك مو مشكله. رسالة سرفاير نايت، اوكي خلونا نسوي الطيارة. انا ودي اخليه الصبح عشان تشوفون يكون شكل افضل. في احد خلص؟ يا هذا خلص، اللي خلص يطلع لك انه خلص. شوف يطلع من بير هنا. طيب هذا خلص، مشكلة اغراض معاه فل صح، ما يمدي يجمع. اشوف في اشياء يمدي يتراكم على بعض. البنت هذه خلصت برضه هذه الاشياء. باك تنظفين المنطقة هذه كلها تنظيف. انت في حبل يمديك تاخذه، يا هذا اغراضه فل. ابغى خليه يرجع، تعال فوق، تعال فوق. حلو ما زال وضعنا تمام، ما نزلنا تحت، اذا نزلنا اكثر تحت راح تصير. حط الاشياء اللي معك حاليا هنا، ابغاك تحطينن وبعدين عندي حط هذه، احطيه هنا بعدين انزلي تحت وكملي شغلك. ابغاك تفككين هذه، يا هذا ابغاه يشتغل على الطياره. لا 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 صاحبه ولا شيء. طيب انا ما قلت تشتغلي على الطياره، وين هذه؟ ليك تفككين هذا، يا فككي هذا لسه شغال. الساعة 23، اوكي. جينا نسرع الوقت، اتوقع يمديك تسرع الوقت، ما اتوقع يمدي. طيب الدور كم اللي يكون فيه الوحوش؟ اتوقع العشرة الأولى صح؟ لا 20، يعني وصلنا دور 20 راح يبدون الوحوش يطلعون. شت شت شت، اوكي هذا بدا يفكك، حلو. اوكي جاء الصباح، حلو. طيب هذه خلصت شغل. انت ما معك اغراض زحمه؟ طيب خل خلها شوي، نبغى الاخ هذا ضبط الطياره. انا عارف انه هي الطياره وهو لكن هنا، لكن مو مشكله بقعد يصلح فيها. حلو المشكله ودي اصلح سلاح هذا مع زحمه اشياء، معك زحمه اشياء. هل يمديك تاخذ شيء؟ خلينا نشوف اللي تراكمن على بعض. خليه ياخذها. اوكي اتوقع ما يمدي. تعال فوق، ابغاك تحط اشياءك هنا في حقات الكرافتين. اوكي هذا باقي شوي، حلو. عندنا سكيل، طيب خلينا نفتح. صناعة القوة. تكسير. كرافتن اسرع، يعطيك اوكي وهذه. تصبح اسرع. هو صدق هذه يمكن افضل، يعطيك كافة اسرع. انلوك فتحتها. طيب الثانية يمدينا نفتحها؟ لا ما معي الا نقطة. طيب لان سوينا من الطيارة اعطانا نقطة واحدة صح اتوقع. طيب الشيء الثاني اللي يحتاج الطيارة، خلينا نشوف، خلينا نشوف ممكن. ضغطت انا شت، كنت حاطه تحت، لازم يجي فوق. طيب احنا صلحنا هذه، في اشياء هنا لسه مقفله. طيب خلونا نشوف هذه بدنا نصلحها، نحتاج نشوف ايش نحتاج. اوكي سهل هذا، عندنا اغراضه كلهن. لا يحتاج ما
ادري شو هذا، وهذول ثمان. عندنا عشر معك، معناته يمديك تحط انت يس حط هنا يمديك 10-4. What do I look like, a pack animal? Pack animal. طيب حط اللي معك. حلو، هذول صار معنا، بس ناقصنا احد مع امي لو ما ادري شنو هذا، كانه قماش، احد معه يعني لسه نبحث عنه. طيب يمديني اغير، هل يمديني اغير؟ لو اقول ابغى اشوف الشيء الثاني بالطياره مثلا هذا. اوكي انت خليك هنا شوي. برضو نحتاج تروس وميتل. ميتل يحتاج اربع عندنا عند هذا. حلو، انت نزل الميتل اللي معك حطه هنا. حلو، نحتاج تروس، احد معه تروس؟ احد معه شت شت. طيب اتوقع الاشياء الثانيه انت ما مفروض تنزلهن تحت. انزل تحت انت، يمكن المسامير بس نزلهن هنا. واير اشياء ثانية برضو اتوقع نزلهن تحت، بس قبل خلنا نشوف هذه فكت اللي عندها صح؟ تحتاج تروس ولا اللي كأنه قماش؟ اللي كأنه قماش تتوقعون من وين يطلع؟ من هذه صح؟ طيب نزل انت الاشياء اللي معك، قلت نزل كل شيء معك نزله هنا. ان بعضها نحتاجه بالكرافتين. يمديني احط هذا كرافتين هنا، احط الخشب هنا، احط الجلد برضو هنا، حديد حطه هنا، والحبل حطه هنا. طيب ابغاك تنزل تحت هنا فكك هذه، اتوقع تعطينا قماش، اتوقع يا فككها. انت ايش اللي معك؟ معك طابوق وحديد، ايش هذا؟ اوه ما ادري ليش معها لي. طيب ليماء حق علم، لا تعال انزلي تحت برضه، بخليك تنزلي اغراضك هنا. حاليا نزلي هذا هنا ما نحتاجه. انا ابغى هذه تنزلها مو انت. نزلي البيب، نزلي المسامير، نزلي الهوز. حلو، نزل لا نزلي المتر. اوكي طابوق برضو، وبعد ابغاك تنزلين تحت. هذا ما اعطانا دقيقة، هذا اعطانا ايش؟ اعطانا ايش هذا؟ ساند. كيف اعطتني هذه ساند؟ انا ما ابغى ساند. طيب انزلي تحت، انزلي فككي هذا، طش الاشياء اللي فيه وفككي. انت تعال عند الكرافتين، انا اشوف ايش يمدينا نسوي. اسلحه حاليا ما راح اسوي اسلحه لان بدري، في اشياء هنا مهمه اسويها في الماكينه بعدين نشتغل عليها، ماكينه الطياره. ديت عندنا خشب، تروس ثلاث تروس لسه ما حصلناها. هذه الاشياء اللي حذفتي هنا اللي ورا، ما في شيء ياخذي. انزلي عنده برضو تحت. لا انت فككي هذا. اوكي هذا فكه، المفروض هذا قماش صح؟ شت لا هذا ايش؟ طيب جلد، هذا تعطينك سلسله. اوه ماي جاد، يعني ما استفدنا اي شيء. يمكن هذه، انزل انزل خذها، ما ادري ايش علامة هذه الاصحاب. جمع الاشياء اللي هنا، جمع كل الاشياء اللي مفككة. اوكي ابغى اجمع لكن قاعد تفكك. مجين اسلس ما ادري ايش فايدته. طيب في شيء هنا مهم، انا ابغاك تاخذ هذا. انزل انزل تحت برضو جلد. كيف اطلع؟ ايه هذا
اوكي حذف الاشياء بدا فكك الطاوله ما ادري يمكن تعطي حلو انت ايش صار معك هاي شاب لا هذي قاعد تفكك هذي طيب انت اخذي هذول الاشياء جمعيهن البيب اوكي صارت فل صح يا اخي عندنا زحمة اشياء ما ادري ايش فايدتها مكينة هذي اخذت مكينة اوكي حلو لقينا مكينة صدفة جمعي هذول ما يمدي هذي تاخذ انت روحي فوق ذي الاشياء اللي طايحة ذي البيب برضه صارت فل روحي فوق عشان تنزيل اغراض طيب انت انت بعضه يحتاج ياكل يسحب عليه وانا عن طريق الاكل ما اسحب ما اعطيهم اكل اوكي فكك هذه طيب يا شباب اباني الحلقه هنا اذا عجبتكم اللعبه وتبون نستمر تضغطون اللايك والاشتراك نشوفكم في حلقات جايه كان معكم فايز السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.